لكن بس النائب كان يعني ايضا يتحدث عن حلول تقيعيه، يعني مو حل من الجدل. دخلنا خطوط نقص استراتيجيه. بس اريد اسال سؤال، نقطه مهمه جدا، يعني شنو الفائده دخلت وشبكاتك الداخليه تعبانه؟ الامور الخدميه اللي دائما يشكو منها المواطن، الكهرباء يعني مثل ما تحدث تقريرنا والزميل محمد الكعبي، يعني نهى التقريب بحكيك مطر الصيف. اذا ربطنا ويا تركيا وعمان مثل الاردن انتم راح تربطون وياه، وايضا السعوديه تنحل المشكله. تحل جزء من المشكله. اربع دول وما تحل المشكله. تحل جزء. اي طبعا انا ما راح استورد 19 سنه وما تحل. انا عندي 13